أيام فقط ورح طلبتنا رح يجوزوا يعني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، رهم شوية متخوفين قلق يعني أنا على حسب ما سمعت رهم شوية خايفين. حبينا اليوم تعطينا نسرين أنيسة نسرين حبينا تعطينا يعني نصائح وش هي الأغذية الصحية اللي تنصحي بها الطلبة نتاعنا اللي راح يجوزوا هذه الامتحانات باش يقدروا يركزوا مليح أثناء يعني أيام قبل الامتحانات وأثناء الامتحانات. تفضلي نسرين. Alors, les examens les rendent jaillis, c'est vrai que les imiqaraou, les imiqaraou, mais c'est comme les performances, on peut dire qu'il y a plusieurs paramètres de l'imiqaraou, c'est l'hygiène de vie et la classe. Donc, l'objectif de l'hygiène de vie, dans la période, c'est les étudiants et les élèves, c'est qu'ils évitent le stress, يروح عليهم هذاك القلق اي سورتو باش لازم يقعدوا ان فورم باش يكونوا برودكتيف ويقدروا يقراو بوندون توت لا جورني. دونك على جال هذه الماكله عندها دور كبير في هذا باسكو كاين بزاف اللي نيجليج لو كوتي تاع الماكله صح. الوغ كيما يقولوا صحتنا في الصحن تاعنا ديكو في الالمونتاجون ديجا يفو ايفيتي تو سكي سكري دو توكا جو سي كسي سيف اتونتاسيون نحبوا ناكلوا برا السكر ديكو هاد لي زيلاف لازم نقول لهم بلي لازم تزيدي تو سكي سكري فاست فود الماكله تاع برا هذيك يفو ايفيتي. لازم exactement لازم ناخذوا دي روبا اكيليبري سا فو دير دي روبا دي بلا متوازنين فيهم البروتينات الملاح كيما غادي نسيبوهم في اللحوم يعني في ليغومينات كيما الفول والعدس اي تو سا دوك نعطيكم جورني تيب كيفاش لازم تاكلوا نعطيكم دوكا لي غروند لين كيفاش تكون الاليمونطاسيون اوسي الستريس والقلق يسبب نقص في المغنيسيوم ديكو لازم نكثروا من الاليمون اللي فيهم المغنيسيوم تري بيان المغنيسيوم كيما لي légumes verts, خضر اللي فيهم les antioxydants كيما الشلاده, les épinards etc. les céréales كامل هذوك complète, يعني les fruits secs كيما الدوز, اللوز, les amandes et tout ça. le chocolat يعني ذاك حل, le chocolat noir اللي فيه بزاف الكاكاو, il est très riche en magnésium. du coup, il faut en prendre au moins un carré par jour. يعني لازم يشربوا بزاف الماء pendant la journée باش يقعدوا hydratés. concernant l'alimentation, كيفاش لازم ياكلوا pendant une journée, déjà le petit-déjeuner, le photo صباح ما لازمش ياكلوا حاجات سكري كيما زعما الكرواسون ولا كونفيتير ولا تارتين بالشوكولا باسكو علاش كي ياكلوا حاجه سكري يصرى لو بيك تاع الانسولين اي فيغ العشره يكونوا عيانين وما يقدروا ني يقراو ني ريفيزيو ني يركزوا. اذا نسرين اذا خطا اننا ناكل سكريات حتى تكون عندنا طاقه. اكزاكتومون سي خطا لو بيتي ديجني الفوقا سولون دي ديتود سانتيفيك يقولوا بلي لازم ناخذوا دي بروتيين صح البروتينات هما اللي حيخليونا تكون عندنا لينيرجي وما يصرناش هذاك لو بيك دابا تقدروا تبدلوا ليكسبيريونس مع ولادكم ولا انتم انا كنت سمعونا فينا ليليف تاكلوا حاجه سكري غير العشره تعياو مثلا تعطينا امثله واش يقدر ياكل مثلا الطالب الصباح واش يقدر ياكل يقدر ياكل لي زو شويه ياخذهم سالي ولا يقدر ياخذهم بشويه عسل فريمون العسل الحر ولا يقدر ياخذ ياغورت ناتور بلي سيريال باسكو الياغورت فيه لي بروتيين يقدر ياخذ زعما دي دو بور باسكو فيه كاين لي بروتيين اون بلوس في لي ليبيد الملاح دونك فوالا سي تو سكي نسرين قهوه ولا شاي لا ممنوع قهوة ولا شيء يقدروا ياخذوا اون تاس تاع القهوة نقدروا نروحوا جوسكا دو تاس تاع القهوة في اليوم بصح لاتاي ما لازمش ياخذوها ابخي لو روبا لازم ياكلوا بوندون لو روبا ولا دو زور ولا تخوا زور باش ما يروحولهمش هذوك العناصر الغذائية باش يقعدوا باسكو لاتاي كي نشربوه جوست ابخي لو روبا ينقصنا كامل هذوك العناصر الغذائية نسرين هذا في الصباح باش نستفادوا منك اكثر في الفطور لانه اغلبيه ربما الطلبه يحبوا ياكلوا لي ساندويتش برا يكونوا واش ننصحوهم؟ لا بيريود تاع لي زيكزامون تاع لي ريفيزيون ما لازمش تاخذوا هذوك لاتونتاسيون تاع تقول لك هاي نروح ناكلوا كامل برا باسكو سي تخي موفي لازم تدخلوا للدار ولا تديو معاكم ماكلتكم في الماكله تاعكم لازم يكونوا شويه زعما سوا لي بات سوا الروز دي سيكولون اوسي دي ليغوم بزاف الخضر خليهم فورهم ولا في الفور اي اون بورسيون دو بروتيين سافيتيغ سوا اللحم ولا الدجاج ولا لي هذه في الفطور سي كوم سا سي ان بلا
كومبلي واللي حيخليكم تشبعوا وتقدروا فو كونسونطري سورتو كي تاخذوا لي بات سي دي سكر لون ما تجوعوش باسكو كي نجوعوا لا كونسونطراسيون شويه مختنعه واللي كونسونطري مع لو تيب ديجيستيف دوكو سا نو ديستري شويه اي كونسيرنون بار كونتر في العشاء في العشاء لا يفو ايفيتي تو سكي فيوند ولا حاجه خشينه بيان او كونتر باسكو حنا نعرفوا كامل الامهات يخافوا علينا في لي زيكزام يشوفوا ولا الحميد وصا لا لا في العشاء يفو با فيغ سا واش ياكلوا في العشاء مثلا نسرين يفو بروند سوا العدس لوبيا لي ليغومين باسكو يعني البقوليات Voilà. Elles sont très riches en protéines végétales, donc ils ont des fibres, on aura l'énergie pour le lendemain. Voilà. Mm-hmm. Donc les protéines végétales, c'est le matin. Ou la chienne, vers 4h, ils peuvent faire une collation, le douze, l'eau et tout ça. Là, ils font les oméga 3, gagner cette huile d'olive. Aussi, je vous remercie, il ne faut pas l'oublier parce que ça peut être les oméga 3 ou les fruits. Mais il faut éviter tout ce qui est sucré. Redou les bons sucres, les fruits, les fruits, les fruits. Nesrine, les mushroubats, تنشط يقدروا يشربوها مثلا في الليل كالشاي والقهوة وغيرها باش يسهروا كي تعرفي باللي يحبوا يراجعوا ربما في الليل ولا لا ممنوع هذه سي اون ايرور في الليل يفو با نراجعوا العشيه كي ندخلوا من الامتحان ولا مي في الليل سي في بور دورمير باسكو لازم نخليو السيرفو تاعنا يريح باش يقدر يكونسونتري لو لاندوما دوكو واش لازم يواسيو في العشيه هذه سي كي ياخذوا دي تيزان كيما لا كامومي كيما دريعه البسباس كيما حاجه اللي حتكلميهم ميم كي نوضوا في الليل وما يقدروش يرقدوا ياخذوا اون تيزان ويريحوا يفو كي يغلقوا كلشي يطفي الضوء ويقعدوا يريحوا في بيتهم ولا في وين ويرقدوا بكري يرقدوا بكري هكذا اكزاكتومون يخلصوا العشاء 8 مش هكذا يخليو لا ديجيستيون تاخذ وقتها ياخذوا البون تيزان ويرقدوا يعطيك الصحه عفيت عليك زعما ما نغيفيزيوش يعطيك الصحه هذه هي اذا كيفو با اوبلي باغدو حاجه يفو فيغ او موان 30 مينوت داكتيفيتي فيزيك 30 مينوت يخرجوا يمشيو شويه شويه رياضه بوغ سوكسيجيني شويه باش ياخذوا ان بول فيغ فري لكن شافنا حد قدمنا الوصفات اعطينا الوصفات يلا يعني نصيرة شفناك يعني تركزي ومهتمه جدا قلتي واش حضرتي انت حضرت يعني انا كانت تتكلم عن المختصه نعم لكن انت يعني في وصفات وصفات انا درت وصفات نبدا بالوصفه الاولى الوصفه الاولى هي محتواها رائع يعني قيمه يعني شويه غاليه بصح كي تشري غير شويه ما تسقملكش ماشي كل يوم راهم ياكلوها وصفات وصفات واحده شويه وواحده مليحه لكن في زوج كي نشوفوا القيمه يعني تاعها الماديه واش كي ما ديري واش ما ديري ماشي حتقاملك بزاف الوصفه الاولى عندنا لوز عندنا جوز عندنا الكاجو عندنا الجلجلان اللوز واللوز هو تشري واحد اللي مقشر واحد اللي ماشي مقشر باش نشوفه في وعاء دائما ونديروا اللوز قلت لك مقشر ونديروا الفستق اللي هو البيستاش دائما والجوز والجوز هادو قلت اللوز جوز بيستاش هادو كامل قلتي الجلجلان كذلك الجلجلان نحكموهم نخلطوهم نحطو في وعاء نرحوهم لا 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 كيما راهم كيما راهم في وعاء في وعاء نحطوهم بيتو مع الاول نحمصوهم واحد نحمصوهم واحد 6 دقائق ميم با هكا 6 دقائق ولا نحمصوهم على مقله على مقله خفيفه نحمصوهم ماشي نطيبوهم نحمصوهم نحمصوهم شويه باش الطاقه هذيك تغني الزيوت تاعهم تطلق كامل نحمصوهم فوق المقله شويه واحد 6 دقائق من بعد نحطوهم في وعاء وعاء هذاك الوعاء هذاك الوعاء واش نديرو نزيدو له نديرو زبيب الاصفر زبيب الاسود ونزيدوا له بذور الكتان ونزيدوا له بذور الشيا هاد الشيا هادو ما علاش ما حطيناهمش كيما الزيت وهادو ما لازمش يتحمسوا راح يطلقوا مراره بها ما حمصناهمش معاهم تحكمي تخلطي معاهم تخلطي زوج مغارف عسل حره وتزيدي ثلاث بيض تحكميهم تخلطيهم مليح 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 ام يعني ينجنسوا كامل على بعض تحكمي في ورق زبده في بلا تحكمي امول مول يكون ترانسبارون الا ما عندكش امول واش ديري تحكمي هذوك لي غوبلي كيما نقولوا حنايا الاكواب البلاستيكيه تقطعي غير من الفوق شويه راهم يكونوا خشان شويه تحطي وتعمري وتدركي شويه تعمري وتعطي لي يعطيك يعني وصفه شغل تجي شغل على شكل كما نقول حنايا دائري تجي طابزي مليح تخليها في الفوق طيبيها الفوق من تحت على 180 درجه لمده 6 دقائق ما تشدلك ما والو هادو فقط على البياض البيض الموجود يعطيك الصحه هذه الاولى هاد الشيء كامل واش نديرو نحكموه نحطوه في ابواد في البيض في في علب نوجدوها لابنائنا الوصفه الثانيه هي زوج كيسان تاع شوفان نديرو كاس تاع جوز
وناس نص كاس طحينه. طحينه انا على بالكم شنو هي الطحينه؟ هي الجلجلان مرحي مرحي يعني هضرنا عليها ديجا. نديروا زبيب ثاني ونديروا ثلاث مغارف تاع عسل، نعاود نخلطوهم هادو كامل على ضربه ونديروا كيف كيماش العمليه الاولى، نحرقو وتطيبيهم وتحكميهم. غدوه الصباح ينول وليدك راح يجوز الامتحان تاعو، تعطيهم له الصباح ياكلهم، فيها طاقه، فيها غذاء تام، فيها يعني كل حاجه درناها طبيعيه، كل انواع الفيتامينات يعطيك الصحه. من مع الاشياء اللي لازم ناكلوها الصباح واش نديرو؟ ناكلو حبه بنان، بنان هو موزه فقط، موزه واحده راح تكفيك، تمر راح يكفيك، يعني اشياء يعطيك صحه. العنب كذلك، العنب مع الصباح يفوتوجور ايفيتي، علاش تخافي مش تشري العنب كيفاش جاي نسيو حنا يعني فاكهه الموسم. انا حبيت نقول فاكهه الموسم مليحه تاكليها في الليل، في الليل في الليل خير ياكلها. واش ياكل؟ ياكل شوكولا، شوكولا سوداء سوداء كما قالت المختصة، يعطيك الصحه. 70% شوكولا سوداء هي قلق وما فيهاش نسبه كبيره اونتي ستريس، ويعطيك كما نقول حنايا روفي ريلاكسون، يخلي السيرين يعدل المزاج ايضا، يخليه بطريقه بوحده اخرى. تحبي ديريها له فيها تيبا ولا تحبي ياكلها هكذاك وحده، المهم عندك تمر، شوكولا سوداء، البنان، هاد الاشياء كامل مغذيه. الا كان نحكي حليب كما نقولوا حنا زين ومليح، شويه قهوه مليح، القهوه تنشط باش يخلي الانسان الولد الثاني يركز. هاد الاشياء كامل نخليهم للصباح للطفل. شوفوا هاد الاشياء كامل انا كي قصتهم يعني بالقيمه الماديه، مرشحي موزه واحده كل وحده، الموز ماهوش غالي، العسل ما ممكن تشري 80 قيس 45000 ولا راح يكفي شويه شويه، يعني حنخلي الطفل تاعنا عنده طاقه، عنده يعني شويه راح يكون نشاط وتركيز، نعم التركيز مليح. نصير على المختصه في التغذيه قالت يعني مدى بيهم يعني الطلبه اللي يجوزوا الباك ولا البيوم ياكلوا مثلا روز ليبات، هي تكلمت على ليبات على الفطور، نقدروا الشويات تعطينا غسات على شوفي الروز انا الروز كيفاش ياكلوا مثلا؟ شوفي انا الروز ولا لوبلي يعني مديت بلي كومبلي، نعم قمح كامل، قمح الكامل، سلاد شلاده، شلاده تكون توجدها الام، تقدر توجدها هي، توجدها القمح ولا الرز. انا نغلي ياخذها في بلاصه مكان الفطور يعني قد يكون يشري يدي معاه يدي معاه وجده متكامله، ما تديش تقدر الام ولا حاجه، كيما الرز يقدر تحافظي عليه واللوبلي تقدري تحافظي عليه. واش ديري؟ تغلي هذاك الرز ولا لوبلي، انا جو بريفير توجور لوبلي يعني القمح الكامل، هو فيه نشويات، فيه بروتين، فيه كلش وخفيف ايضا يعطيك الصحه. باش نديرو؟ ما نديروش طوماطيش باش ما تقرصش، نديرو زيت زيتون، نديروش لا مايونيز، نديرو المايس كونتخيغ مليح، نديرو شويه قارص ربما القارص وي القارص مي يعني يقدر يدي معاه يعني في علبه صغيره شوفي يعني تقيني زيت زيتون نعم. تكفي اكيد تكفي ملح تكفي شويه ملح، ديري الاشياء اللي شي معدنوس الاشياء ربما اللي تقدر تشد ما تقراش يعطيك مع موسم الصيف معدنوس مايس زيتون زيتون مليح باش يعطيك طاقه ثاني. زيتون مليح ما ملاكلا شويه زيتون صباح ماش راح يضره يعني مذكور التين ثاني صباح يقدر ياكلوا هذه الاشياء نعم. ولكن في الباطا تاعو شويه القمح الكامل، شويه زيتون، شويه كورنيشون هذاك الحامض هذا معليش، شويه مايس، شويه تاع واسمو معدنوس مليح ثاني. هاد الاشياء كاع اللي يحبها، مام كان يحب الحشيش مليح يقدر يدير، الطفل اللي كان يحب الحشيش تقدر يدير هاد الاشياء كامل. يعني ماذا بينا حنا تكون فيه باطا، واللي يروح يشري ساندويتش ياكلها على 12 ياكلها على 12 نعم. فيها قيمه غذائيه وصحيه ولا ما كانش كامل واش نعطيو له؟ نشرو شتي الخبز هذاك لو يتباع هو سوري هو هذاك واش نديرو؟ فطائر ساهل نحكمو، نديرو فوق النار، نعمرو فرماج مليح مليح، نزيد واحد اخرى نديرو باغيزومبل نديرو شويه فرماج من الانواع باسكو كمان فرماج مليح، تحكمي وزيدي واحد اخرى من الفوق تكوني دهنتيها شويه من التحت، ونزيدي ديريها واحد اخرى من الفوق وطيبيها مليح مليح تشد روحها مليح، ومن بعد تعاودي تقلبها الام تاعو تقلبها، كي طيب مليح تقسمها على اربعه وديرها دون دي بابي وديرها دون دي بوات ياكلهم، راهم غذاء كامل ما شاء الله. يعني مش راح تشري مش راح حتى انه يمكن انه يزيد البروتينات على شكل بيض يعني بيض مغلي يعني هاد الاشياء راح تغذي الطفل الطالب
شوفي الطالب راح تغديه راح تعطي له نشويات، تعطي له طاقه، تعطي له يعني ياكل حاجه تاع الدار، ياكل حاجه تاع الام تاعو، يتفكر يعني كما نقولوا حنا يعطي المثل يعني يما اليوم وجدتها لي هذه انا كلت يما بالك نربحها ليها يعني اشياء نخلي الوليد ويما واليما ربما الام راح تبخل خاصه في هذه الايام هذه ما راح تبخل على وليدها باش معليش تتعب شويه تحضر له هذه الاشياء يعني لكن راح يفرح بها ان شاء الله.